من بين الأمور التي تتجلّى فيها يتجلّى فيها تمظهر التخلف. أول شيء هو نزع مصطلح الأمة، ماشي غنقول لك من الكتب، نزع مصطلح الأمة من أفهام الناس. دابا كل شيء هنا الحمد لله تيقول لك حنا أمة واحدة وكنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا الكلام كله زوين. مع أول ماتش غادي نكونوا لاعبينه مع الجزائر ولا تونس ولا اليمن ولا لاعبينه مع السعودية ولا السودان. وريني مفهوم الأمة الواحدة في الميدان. كيتقلب سبان ولا ما كيتقلب سبان؟ ياك ما بوحدي اللي كنشوف داك الشيء. لما تبارك الله كاين يقول لك كرة، ما كيتفرجوش في الكرة هذا. هادو سواعد الخير والشباب الطليعة. كتقلبوها سبان تما كتبقاو لاقين فين ديروه. طيب فين هو مفهوم الأمة الواحدة؟ أنا كندوي على مفهوم على مستوى الأفراد. أما إلا جينا على مستوى مثلا القيادات، تقدر تشرح لي مفهوم الأمة أين يتجلى مع بعد حدود سايس بيكو؟ فملي ولات عندك شي حاجة سميتها الدولة القومية الحديثة، انسى شي حاجة سميتها مفهوم الأمة الإسلامية. راه يا إما وإما، راه المتناقضان لا يرتفعان معا ولا يتواجدان معا. إما أن يوجد أحدهما فيطرد الآخر. فملي كنتكلموا على مفهوم الأمة الإسلامية، حدود سايس بيكو أزالت هذا المعنى. داك الشيء قلت لكم أنا ملي كنتكلموا على شيء من التخلف إلى آخره، راه تكلمت معكم على ما قبل القرن العشرين والقرن الواحد وعشرين. القرن العشرين والقرن الواحد وعشرين هذا يحتاج ماشي غنقول لك إلى تضافر جهود وإلى إعمال الفكر. راه إلا بقينا كنحطوا بعض فتاوى العلماء، باش ما نتكلموش على النصوص، لان النصوص هذه النصوص اقصد بذلك نصوص الوحي، القران والسنه. هذه صالحه ومصلحه لكل زمان ومكان. انا كنتكلم على الفكر الذي اصابه ايضا شيء من التخلف على مستوى شيء من العلم وشيء من الحوارات والسجالات الفكريه وتنزيل الفتاوى بمقتضاها. هذا واحد من الإشكالات ومن التمظهرات ديال التخلف الذي نعيشه. كاين بعض الناس تقرأ لهم في بعض الكتابات تيقول لك أودي ملي تحبس الإجتهاد الفقهي والأمة كتعيش في التخلف. ومنهم اللي قال لك الإجتهاد الفقهي تحبس في القرن تقريبا 13 هجري، ومنهم اللي كان ردوا شي شوية قبل. كنقول لهم أنت تحبس الإجتهاد الفقهي. عرفتي شنو اللي تحبس؟ اللي تحبس هو تقديم العلماء للناس على اعتبار انهم المنارة التي تقودهم. والا تسارع عم سيدي في التاريخ الاسلامي لن تجد نازلة من النوازل الا كان لفقهاء الاسلام قول فيها. شي يقول لك حق الاجتهاد راه تحبس، ما تحبسش باب الاجتهاد.